السلام عليكم اخوان وتحية كبيرة لجميع المسلمين جميع المغاربة خارج الوطن داخل الوطن تبارك الله مبارك. اخوان اليوم تمن اخوان كاين تمن بزاف اللي هو اللي ما يتصورش اخوان واللي ما يتحملش تبارك الله مبارك. دائما اخوان كنشكركم على التفاعل ديالكم على المجهود اللي كديروا معنا تبارك الله مبارك. وما تنساوش اخوان تعاونوا اخوكم بشي لايك الفيديو وشي مشاركة القناة جات على خاطركم وشي كومنتار يكون زوين تبارك الله. اليوم الاخوان اللهم بارك تمن اللي هو بزاف واللي هو ما يتحملوش الانسان الاخوان تبارك الله من لا يطول الا طوال العمر من العيد تبارك الله راه فين هي بيكون الثمن اللي خيالي والدروش ما دارتش عليها السمهات الله يرحمنا. طلبوا تيسير وتحيه لكم شي الاخوان شوفوا الثمن ناس السوق اليوم قاوتوا تمتع معنا وشوفوا الثمن راه بزاف الاخوان صراحه اللي هو الثمن اللي هو خيالي ما تعتوا ما غير من المليح اما الثمن نساو الاخوان راه كاين تبارك الله الثمن تبارك الله الاخوان اللهم بارك وحس السلعه تبارك الله شي حاجه طوب الاخوان شي حاجه راه السوق اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك اخوان خا كانت تمام تبارك الله السلعه مليحه يا اخوان عندها تبارك الله راز الصوف اللهم بارك تبارك الله الاخر ديال كاليتي تبارك الله اللهم بارك شحال عطاوك اسم محمد هنا؟ شحال عطاوك اخويا؟ شحال عطاوك؟ 65 تبارك الله 3250 درهم تبارك الله اغلى مليحه صراحه اللهم بارك تبارك الله 65 اخوان اللي عاطينو 3250 درهم تبارك الله كاليتي تبارك الله صراحه مليحه السلعه اللهم بارك سارع عدو ذوك الناس الله يسارع عليهم تبارك الله الاخر لا الاخر تبارك الله شي حاجه راس السوق هذه اللهم بارك تبارك الله اللي تهلا فيها تبارك الله تقول اللي حاول 120 ديال 140 تبارك الله لا سلعه مليحه توب عندها تبارك الله والقرن وغنم تير يا بدر غاتير مزوره نروح نشوف الجب ديالها كي داير تبارك الله اللهم بارك سلعه سلعه صار عندهم شارع دوك السيد هاك السابع تبارك الله زين عندك السابع معروف هذاك معروف معلمين قاعد داخل لانو كل معروف في لانو تبارك الله اللهم بارك الله يسر الجميع يا اخوان تبارك الله سلعه صراحه مليحه الله يسر تبارك الله الاخوان اللهم بارك بزاف تبارك الله واحد السلعه دينا اخوان تركناها غيرنا واحد جوج مع الدراري تبارك الله اللهم بارك اليوم كاين صراحه كاين ثمن اخوان بزاف ودرنا غير جوج بياسه تركناهم مع الدراري تبارك الله اللهم بارك اخوان بالنسبه لهادو بحال 107 تبارك الله اللهم بارك كاين المليح والثمن اخوان راه كاين في السوق اللهم بارك تبارك الله خرو تبارك الله كي داير اللهم بارك تبارك الله سلعه مليحه لو دوري راسك كي تجي معاده السي تبارك الله انتم الاخوان الصبيطه تبارك الله كحلي اللهم بارك على اخر تو الاخوان تبارك الله اللهم بارك المليح الاخوان راه كاين والثمن راه كاين في السوق كما كتعرفوا كامل تبارك الله اللهم بارك اللي بغاهم هذا راه مرحبا طاروا فيا الله يسهل نداهم غنقدم معاه ماشي مشكل اللي بغاه عجبو ما طاروش فيا ما عجبوش شحال ولكم السر ديالو هذا؟ 52 تبارك الله 52 الاخوان هذا اللهم بارك تبارك هذا بحال 53 ونص اخوان الواحد الله يسهل على الجميع تدي 120 و130 ان شاء الله تهلايتي تبارك الله الاخوان اللهم بارك المليح الاخوان تبارك الله ما ندوش على الثمن المليح تبارك الله راه كاين الكاليتي ديال الغنم تبارك الله اليوم صراحه البروجا كما كتعرفوا الاخوان راه معروف بالمليح وبالكاليتي تبارك الله اللهم بارك محمد خويا كي داير كي خويا شحال عاطينك 52 اللي عاطينو تبارك الله اللهم بارك 52600 اللي عاطينو تبارك الله غنم زوينه الاخوان صراحه اغلى من الجبد وراه الثمن كاين الاخوان صراحه الثمن اللي هو بزاف صراحه الثمن اللي بزاف واللي ما يتحملوش الا ما ندويش داوي على راس سلعه تبارك الله داوي على راس اللهم بارك خرفان شحال من خروف كاينه تما سبعه الخرفان تبارك الله زينين الاخوان وكاملين تبارك الله نقد واحد يعني غلام واحد تبارك الله تبارك اللهم بارك الله يونس والله صراحه كاين المليح المليح اللي ندوي عليه ذاك تمام كاين في الصوت كاين تمام الله يحفظك قبل ملي قلتي كاين تمام داكشي اللي بغيت تمام راه كاين اشعل باش انا شاد خرب نقول لك لا ما كاينش تمام راه ما كاينش عندك انت نقول لك راه كاين لا ماشي عندي انا التمام كاين في الصوت كامل كامل كاين في الصوت ماشي عندي انا بوحدي الله يحفظك كامل فيه التمام راه ما ضر فيه هو المليح كاين المليح زين المليح واحد يبات المليح الله يكبر بعدا كاين يشري واحد المليح الله يسر خويا ونسقول لي النمر ديالك الله يكبر بك مرحبا خويا 07 77 88 93 47 اللي بغى شي حاجه بحال هذه اللي بغى الحوليه والنعجه اللي بغى اي حاجه مرسي يا الله يسر تبارك الله تبارك الله الاخوان اللهم بارك دائما كعارف الاخوان مع ذلك مليح ومع ذلك الكاليتي دائما اخويا محمد كي داير لاباس عليك هاني الله يحفظك
دائما الجديد دائما المليح تبارك الله اللهم بارك المليح طوب الاخوان تبارك الله مغليظه هذه واقفه اللهم بارك تبارك الله شحال اخويا شحال اخويا محمد شحال اخويا محمد اخويا 71 ونص 71 و500 تبارك الله 71 و500 اخوان 2575 تبارك الله نبيعوا الله يسهل اي ندوزوا ان شاء الله تبارك الله دور عادي لا جيت دور عادي اخويا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله جر لي بالواحد بواحد الله يكبر فيك جر بواحد بواحد الناس تتمتع اش غنجر جريك بواحد جر لي بواحد هكاك الله يكبر فيك شوف الناس المليح اللي كاين لا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله شحال كاينه من راسنا 11 راس تبارك الله عفوا اخوان عندك عندك اخوان من تما تفع تفع جمع البهايم الله يكبر بك تبارك الله تبارك الله غلام غليظ غلام واقفه الاخوان تبارك الله اللهم بارك سلعه مليحه كاليتي تبارك الله افرادي كاين فيها المليح كاين فيها حاليين هنا حاليا تبارك الله ديال الناس اش تبيع ديال الناس حاجه عيب اللي كنتي مزقي مع السيد وخاخذ السيد تبارك الله هذا هذا كم واحد مليون 8000 على 104 104 لواحد تبارك كاين شي ديال الناس لا سيد موصيك وقادي للغرض قادي للغرض شحال خليفه قلنا من ريال قول محمد خوش محمد عندنا حد دقيقه نحينا محمد يا اخوان تبارك الله اللهم بارك كلمه خو محمد النمر ديالك ومن بعد غنديروا لك خرفان النمر اخويا النمر 06 22 22 41 21 دوبل زيرو وريني وحاجه راه عندي واحد اي وريني الاخرين تبعوا معدي ولا شي تبارك الله كاين المليح يا اخوان اللهم بارك صراحه خرفان ملاح وزينين تبارك الله والسومر اخويا راه بلا ما ندوي عليها قلت لكم الاخوان بلا ما ندوي على السومر شوفوا تمتعوا بالمليح ولا عاد شي حاجه راه كنشدوا النمر ديال الناس يا اخوان اللي بغى شي حاجه تبارك الله تبارك الله عمر خوين خوين الاخوان تبارك الله شحال محمد هذا 55000 5 ب 53 100 53 والاخرين 365000 365000 تبارك الله اقسم على الخمسه على 3 سبعه 365000 سوما 47 و 140 عرفتوا 52 و 150 و 140 هكا عفوا 50000 و 140 الله يسر الله يسر الحمد لله كانت الحمد لله الله يسرك انا درتيها الله يسر الله يسهل عليك تبارك الله يا اخوان اللهم بارك دائما اللهم بارك الاخوان تبارك الله سر حالك كدير لبس عليك هاني اخويا شحال الخير الله يكبر بك 55 تبارك الله طوالي كل المشرى اللي عاطيني مجيبها معاك من الدار تبارك الله 55 اللي عاطينا الاخوان تبارك الله اللهم 55 قلت انا انت اللي مابقاش كتسمعش واك السوق الهراج الهراج يوسف الله يسهل تبارك الله 55 الاخوان 2750 درهم تبارك الله اللهم بارك شويه كاين الثمن رحال كي جاك السوق بحال كاين الثمن السوق الثمن في كل بلاصه كاين الثمن اليوم كاين الثمن تبارك الله والمليح راه بحقه حنا كي باينه هو الثمن راه كاين تبارك الله في السوق الله يكبر فيك تبارك الله راح نقول النمر ديالك 06 06 18 51 69 37 الله يسر تبارك الله شحال من خروف كاين هنا؟ شحال من خروف؟ 8 الاخوان تبارك الله لعيب ما كاين لعيب ما كاينش لا ما كاينش لعيب زردي شحال لك جبتهم؟ 124 مشراهم مشراهم 124 جايبهم من اللي من الدار معك من الدار تهم تبارك الله كنطلبوا فيهم 130 لا جاب الله اللهم بارك الله يستر تبارك الله خربان زينين يا السرحه اللي عليك هاني تبارك الله هذا ديال الرجال الله الاخوان اللهم بارك اليوم الاخوان تبارك الله راه كاين المليح وتبارك الله راه كاين الثمن اللهم بارك شحال هادو اسمهم؟ هادو خو 27 عطي واحد 4000 27 الاخوان عطاو 4000 تبارك الله اللهم بارك مليحه صراحه كيفاش محمد؟ لا تبارك الله فيها الدمعه تبارك الله والكمامه اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك. لا صراحه المليح كاين تبارك الله لا صراحه حولي مليحه تبارك الله اللهم بارك 27 لا تبارك الله معالي وزير الرباح بغيت نعطيك 4000 1350 درهم عطاو 4000 ديال الرباح الاخوان تبارك الله شحال من راس 10 10 تبارك الله اللهم بارك
مليح كاين تبارك الله، التمر راه كاين في السوق الاخوان والكرم مليح، مليح كاين صراحه البروز معروف بالمليح ديالو. والله يا سير محمد انما راك تقولها قول. 06 71 29 31 52 الله يسر تبارك الله الاخوان. اللهم بارك اللهم بارك دائما اللهم بارك تبارك الله. انتم كمان الاخوان راه التمر راه كاين الله يرحمنا الله يدير الشوال ديال الخير كاين تمر بزاف وتمر بزاف الاخوان على الدرويش الله يرحمنا تبارك الله. قوم معي الاخوان نعرفوا الثمن ديال الخير هذا اللهم بارك تبارك الله. سي محمد شحال اللي عاطينك هنا؟ الله خلاص قول 24600 ساري جمله ولا ساري فرد؟ لا ملقطه ولكن لقيناها في 24 لقيتها تقامت عليك ب 24600 1230 درهم الاخوان تبارك الله اللهم بارك. تحكينا تحكينا من الراس؟ كاين 32 هذوك ما معاش هذوك الربعه اللي هادو لا هادو لا هاكا اللي مطوعه تبارك الله مطوعه الاخوان بالرشمه من الظهر ومن الراس ديالها تبارك الله اللهم بارك. 24 قال لك 600 باش تقامت عليه تبارك الله. هذه بعتيها ولا شريتي حد ولا شنو؟ اودي مجد داك الشيء لواحد السيد صاحبي وعاطينا فيها واحد الدراري 15 ما تقولش لي هو ديال الاربعه هنايا لكن شريتي الاربعه عندك السيد النهارده وصور معك الاربعه هو نيت هو نيت هو نيت الله يسهل عليك سميتو سميه تقول سميه لا من سميه اللي هو هي هو سميتو عرفات من فاس عرفات تحيه خويا عرفات من فاس وتحيه جميع المغاربه الاخوان تبارك الله اللهم بارك سلعه مليحه صراحه. يلا قول لي النمر ديالك سي محمد 06 77 20 66 الله يسر وجهك يسر تبارك الله الاخوان اللهم بارك تبارك الله واحد السلعه الاخوان اللهم بارك حاج الزناج ملاحة الاخوان صراحه تبارك الله فيهم الدمعه اخوانكم ما تبارك الله اللهم بارك تبارك الله اللهم بارك نعيات الله على الاخوان قوم معايا تنعرفوا السن ديال هذا الخير هذا ونعرفوا تبارك الله اش داير هذا كثير اخويا لاباس عليك هاني نهاركم مبروك بعدا شحال شحال هذا الخير شحال الخير اخويا خالص 90000 90000 على 45000 على 45000 الوحده الاخوان تبارك الله 2250 درهم تبارك الله ملاحة الاخوان صراحه اش داير مسن اخويا؟ مسن ستاتيات جوج ستاتيات والدار دارات جوج 100% هكاك كاين شي ناس كيقولوا ما دارات استاذية استاذية والاخرى هذه جموع استاذية استاذية جامعة جموع استاذية لا جامعة جموع استاذية هكا تبارك الله اللهم بارك تبارك الله ملاح لا الدرار حوي عارف يقلب احنا نور مدار داراتنا جا دارات داراتنا تبارك الله عرفتي علاش حسيت اللي باغي يشري غيشري بسميتي انا هكاك ماشي يكون ما دارش شحال في ناس كاين اللي كيديروا تبارك الله اللهم بارك. سي محمد قول لي النمر ديالك 06 93 74 20 35 تبارك الله انا عجبني ملاحة اللهم بارك. اتكلوا